هي في الرامبل فغيرنا الادابتر، معنا ادابتر اصلي كان، فما ادري ايش السالفه. يصير يحصل يصير ادابتر مال ويو لانه مشاكل فنيه، مشاكل فنيه تنحل بطريقه سريعه. خبرك اس في كيو بروفيشنالز صحيح يعني صحيح قمه البروفيشنال يعني حتى الحين صحيح. احنا ايش نسمع عرفت ايه، لكن ما تدرون، انتم ما تدرون، ما تدرون ما خلف الكواليس. بالضبط الامور طيبه، الموضوع بروفيشنال اي والله حلو. فنرجع للجيم حاليا كويت ايفن الصراحه. طبعا طبعا اللي ما يعرف شلون يسوي رول ضد روبن من هالجيم تعلم، لان المساله كلها في التايمينج ضد اللاجتراب مع روبن. صحيح. لازم تضبط التايمينج، استغل الانفيزيبيليتي. اي استغل الانفيزيبيليتي يعني استغلها لاخر ثانيه واستعمل الرول، لان حتى يعني حتى اللي مسوي لك ليش تراب يسوي مسح حق التايمينج، يعني كل مره بيجيب التايمينج صح. ف اولويز يعني هاي نصيحتي لكم، استغلوا التايمينج ضد روبن. حلو غير حق شيلد بس فات الاوان حبيبي. اي والله ترى غير للشيلد لكن رنة وهو يغير اقول لك. واح كاونتر على السريع، هالشيء الوحيد اللي بيأثر في روبن. شيلد ايه بيأثر وايد في روبن، لان روبن عبارة عن شنو يعني، انت تشوف الضربات واضحة وايد حاسب الدي اي. ايه لان افتكر ان شالك عنده تك انه يقدر يغير المنادو في نص الملتي هيت. يب 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 يب، خاصة مثلا عندك الملتي جاب مال روبن. ايه عندك ما ادري اذا يقدر يسويها في الجنتلمان صراحة، اللي هي الاكسبلوجن. ايه اخر شيء افتكر يقدر يطلع منها، بس لها انبوت معين. حلو على طول الكوماند جراب شافت لافت. انا استغربت الصراحه انه ما راح حق الدونير او الابي بدري، وايد مستغرب. الحين لازم يرجع بطريقه سليمه لانه حلو ما عنده حاسب. اخي تكفى بامل تكفون، سووا بامل تكفون تكفون عشاني والله عشاني. هو لانه ما يبي يسوي دي اي عرفت، حتى لو زين واضحه يعني تبي صراحه، مع ان ترى الانيميشن مو بسريع انه ما تسوي دي اي يعني. حلو برنا على راسه خلاه يصدع، ولكن الابي الابي ما تذبح ولا شيء. البانش كان بطيء شوي من اروبن او اكس ايوب، ولكن نايس سبوت دوج داون سماش. سبوت دوج داون سماش ايوب سبيشل يعني اوبا عطاه ايش عطاه. around the world around the world. يلا الحين الجيم حده ايفن، فرق برسنتج ماي بس 4%. حلو لكن يرد الدمج. اوه ما متوقعت بغير هني بس ما غير. حلو باستر نايس، حول الى جمب على طول. هل بنشوف اس بي كي يا اخي سعيد لما يمسك الادفانتج على اللج؟ وايد حلو، وايد يخوف بعد. وايد يخوف يعني، خاصة اذا عنده سماش او باستر نفس او سبيد. استغفر الله، سبيد يعني غير طبيعي. ايه. يخليك تستعمل حركات اسرع، انت تحركاتك اسرع ما تتوقع ايش يسوي. فلاعب نايس اب سماش من اكس ايوب تقد دامج. اوه زي شو ما صادق عرف الريد، عرف الريد لكن ايه. التايمينج بكر كان يسوي كاونتر شو ما صادق. لا لان الهيت بوكس. نايس 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 وايد وايد حلو، لان يعني تعرف هو اس بي كي عنده اكسبيرينس في الماتش اب، عنده يعني ذهن فاهم شو السالفه الريال، وهو اوريدي متعلم الماتش اب، فعلى طول عرف ان ايوب بيستغل الريكفري ماله وبيجي من تحت، فشنو على طول نزل له وعرف انه بيترش هناك الثندر. هو دائما لك سيوب لو تلاحظه ترى دائما تشرج ثندر. دائما تشرج ثندر، لكن عموما لما يكون عندك الجم منادو كشلك يمدي انك تسوي هالدروب زون ايدج جارد، الدروب زونات هذه على طول بشكل سريع. صحيح. لان تقدر تنزل اي مكان وترجع، يعني سواء لو تنزل جنب البلاس زون بعد يمديك ترجع. لا صحيح صحيح صحيح. اوه ماي جاد از ذس ست وان. نعم اس بي كي جاي من اللوزرز، خليني اعدل لكم العذر والسموحه. يلا سعيد طبعا جاي من اللوزرز، فارق الدمج 50% حاليا لصالح اس بي كي، ولكن اكزيوب ضاغط حلو يصيد الرول مع الداون سماش. الرول مع الداون سماش صاد راسه على طول الداونير، ولكن اس بي كي دي اي على طول مع التك تك كان جاهز. سايد بي ارك فاير درونك سايد الصراحه، بس
اس بي كي عنده سماش منادو حاسب اف ثرو طلع برا الستيج. هل بنشوف ايدج جارد؟ اوكي نلعب ايدج جارد جيم ذا جاسين جيم. اذا كان سماش اعطاها الفير هل توقع يذبحها على هالبرسنتج؟ ممكن جدا. ها ممكن كل شيء جايز. يلا صراحه ما 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 احس انه مش جايز بس هلا بير جايز على طول. Can't pull up with aerials while I'm charging my up smash my guy. No you cannot. أو كان أبير أعتقد. أي. بس حاليا أكسيوب. He's playing a decent game. The thing is he can't finish. أي. ما يقدر يخلص. Which is one of the hardest things to do in this والله game. صراحة. To be fair. خاصة بعض الشرك he's so nimble. يعني وايد يشرد من أشياء. سبت الموفمنت ماله الويت ماله حتى الفلوتينس الغريب ماله. أي. يعني هو فاست فولر بس نفس الوقت تحس فلوتي تحس غريب. ايه فيطلع من اشياء انت ما تتوقعها خاصة مع المنادو المنادو مودز اللي عنده. يعني حلو دبل ابير. ايه لا وايد دبل ابير عجبني. بنش ما في واحد اثنين لا تعطيه مجال. نايس فاير داون سماش على طول يصيد الرول. كابتشرز افري تايم. هي always catches those. والله زين ما انصاد من هذه اعتقد كان بيموت اذا صاد مع الريج. اثرو باستر بتجيب الدمج. اس بي كي حاليا نايس جنتلمان عشان يطلع من اوه ماي جاد. حلو استخدام الكاونتر امنعه انه يقط الارك فاير على الليج. ايه لا عجبني وايد. يما اذبحها على 60 على 60 اذبحها على 60. شوف الريج انت الريج عشان تسال كي جي ليش شلك ازن ذا واي. هاي هو السبب لانه يقدر يذبح على 60 باشياء غبيه بوف بانش. يعني كان جدا طبيعي انتراكشن جدا طبيعي لو كان اي شخصيه ثانيه كان ما مات. بس عموما ايوب رجعها بقوه الحين عند الليد. حلو 88 رون. لو ننتظر شوي بس حلو نايس. حلو اوه كان بيخلص بسرعه ولكن على طول راد عليه بالداونير قال ليش حبيبي ايش فيك انت مادي يدك اتمد يدك قلت ادب لا رنك على راسك. كهرب له المانجا على طول على السريع على طول 1-1 تسوي فيني كمبوت كذي اعطيك واحدة شايفني انا على السريع. زيوب جوت مو غلط والله زيوب جوت ريال ما يختار لك شخصيات عبيطة مثل ناس وناس. اس بي كاكا والله حبيب القلب شاك بذكر ايام يوم كان ايك. حلو بال ذكرتني بمعلومية شباب ايوب الاول كان يلعب ايك ايكو روبن على ايام سماش فور افتكر التيمت ما مسك ايك ولا يمكن بدايه اللعبه لا بدايه اللعبه كان ايك كان ماسك كان ايك توب تير. اي كان ماسك ايك بلا بس اخبر في سماش فور كان ايكو روبن. ايه كان كان مين ايك روبن سكندري بعدين ترانزيشند. يعني اخبر يا حليله عاد على نهايه سماش فور كنت افوز عليه ايام كان دوبي جديد. يعني يا اخي يكبرون بسرعه ما شاء الله عليهم. اي والله حتى خبر التيمت طلعت رجعت من امريكا كانوا يقولون لي ايوب ترى صار توب بلاير. اقول لهم شلون دقيقه يعني يعقل بلاير بس ذبحنا مع هالروبن. حلو لو بس مسكها شوي زياده. اي أيوة والله حاسب يا اس بي كي بعض المرات يترد ان ذا رونج ارياز ان يوز ذا رونج موفز بس يو جيت اواي وذ ذم فور سم ريزن. عجبني الديب ايدج جارد يا حبيبي. ما قال ايدج جارد قال انزل تحت اردها لك على طول. انا ما لا صيدك. حلو يا اخي الرول عبيط الرول. حلو ولكن عطاه اخذ لك بيتزا ثوران لكن الشيلد لو رانا على راسه داونير اوف خطيره احذفه حرام عليك يرجينا صرنا مع ايوب. تعال نبي هاي نحلق نبي هاي حلق نبي حلق ونبي نروح البيت خيي. يلا تعال
إيه تعال ليش هو ريست بعد البلغ حلو اسطورة 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 قوي والله الكل في الشات يشجع ايوب يشجع ايوب بان ها نسوي بول دقيقة والله والله صدق ابي الا بستخدم البول كرييت نيو بول بول اب بول اب اوه حرام يا اخي رجع الجارد على على طول فورورد هير دوريشن حطه 2 مينتس اللي بدك دوس مينوتوس يلا بلشنا في البول هو يو جات يلا شباب بول ايوب ولا اس بي كي بيسوي الريست عندكم الموضوع عندكم الموضوع عندكم الموضوع يا شباب هو يو جات يلا جيم 4 الله أغنية أرمز من خبر اللعبة خبر اللعبة أنها حلوة بس ما خبر الشخصية اللي أبوها حلوة ها حاسب حلو دمج حد إيفن دمج حد لكن حاليا لصالح أيوب لكن سعيد ماسك ستر وهذا الشيء اللي أهم يمه أبيرين على السريع حلو دمج حتى لو عندك شيلد مر طيب حبيبي يمه أيوب شو تسوي؟ شو تسوي؟ شنو ذي مسخرة؟ والله مسخرة. شو تسوي يا ولد؟ شو تسوي؟ شو تسوي؟ إيش قاعد تسوي؟ يا ويلك يا ويلك أيوب جاي يسود ليلك. يسود ليلك على طول. الريال ما جايد. مو بجاي تفاهم. مو بجاي تفاهم. قسم بالله والله لا أشوف البول يتغير كذي. حلو. مشكلة مشكلة صراحة اللي قاعد يصير غير طبيعي غير طبيعي. لكن سعيد قادر إنه يردها. حلو اكيد يقدر يردها حاسم من سماش اوه يرجع 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 بردات. ما مات حلو يرجع 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 شيوب هاريكفري حلو نايس تغطيه بالابي من اس بي كي بس اتوقع انه سواها في الجهه الغلط وكان الباكير سد على طول من البوك حلو الاستيعاب ملك سيوب اليوم شغال الولد يبيها يبي الفوز يبي يتصدر حلو حاليا هو المتصدر صحيح اي او خلص الابي لكن يرجع حلو جنتلمان اكمل جاب جنتلمان على طول 3 ستوك ما يتفاهم الولد يبيها 3 ستوك يبي يخلص الموضوع يا ولد يا ولد يا ولد فنان 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 يا ولد قسم بالله انه ضاغط والله العظيم انه ضاغط ضاغط يا يبا شنو ذي والله شغال شغال والله شغال صراحة ولدنا يلعب اوه ولا بتلتو شغال اس بي كي ستلندس تعرف يعني شلك كمباك فاكتور كبير عنده اكيد اكيد وضاغط هذا هو الكمباك فاكتور هذا هو سبون باستر ولكن الاف سماش على طول يعاقب راسه على طول قال له حبيبي وين تطلع راسك على طول اف سماش حاسب كان تراش حد غريب اخي اعتقد كان بي كان بيسوي له سبايك بالابي اي كان بيسوي له سبايك بيخلصها لكن الشلك ستيل لايف ان هي ستيل ان ذس حلو قاعد يحاول جون داخل عليه بالابير الولد ما يخاف الولد ما يخاف اكسيو بيخلص باسرع وقت ممكن ايه لكن سعيد لكن سعيد اسبيكي على طول ردها ردها سريع ردها سماش سريع عنده 130% كدمج اي 130% كدمج عنده الحكم بوت لين بكره والله على طول رد دمج 40% سعيد ايش قاعد تسوي سعيد ايش قاعد تسوي ولكن الفورورد لا لا ما راح تذبح ما راح تذبح تذبح فورورد ما تذبح هالمره او ماي جاد الشيلد 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 بس انطر 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 لا تستعجل لا تستعجل تكفى يا ولد لا لا وايد مستعجل وايد ابي اخلصها وايد وايد مستعجل ما تبي تنصاد من هالضربه ما تبي تصد من هالضربة حاسب الباك بس انطر 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 تكفى تكفى يا ولد يا ولد لا 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 يما ايش قاعد يصير؟ وش 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 خلاه يصدع اقول لك ابي ابي شنو ذي؟ على السريع شنو ذي؟ يما 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 يما
شكله شو اسمه يعني صراحة يعني صراحة مسخرة والله. جيم 5 وين دش لعب ثالث قاعد سريع بس في جيم خلي العب يا الرب اطلع من اللي خسر دوري عرا صار اوكي اقول شو صار هاي يلا لازم حبيب القلب الحين دشينا سماش فيل الجيم اوكي بيكون احس بيكون صعب على اكسيو حلو سماش فيل خبرك مكان احس مكان شركاوي هذا سماش فيل من ناحيه انه تعرف تضغط عليه ما يخليه يستعمل الثندرز وايد يمديك تسكر عليه بسرعه على طول اسرع سريع الدمج عالي الدمج 83 حبيبي خليك تندم على اليوم اللي اخترت فيه باستر والله العظيم خلاه يندم ايوب ما في دواهم على طول ارنك بوحده اكس ايوب حاليا الله 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 سعيد الله لا يا اخي شت اكس ايوب انفورتنت اس دي من الاير دوج ربع زعلته مع انه احس كان يمتي يسوي ابي بس افتكر ان الاير دوج لا اذا سوى ابي من هني بيروح فوق الستيج ايه ما يصير ماجنت بس لو سوي يرتج على فوق احسن سوي يرتج على اليسار بس يلا عادي اكس ايوب حاليا هي ستيل اندس ترى بس يقدر يضربها ضربه واحده خلاص يحتاج وان ستريت لا يا اخي ايش دعوه لو حرفيا اي شيء غيرها صدع الولد انا ليش قاعد اصفق اصدع الولد بس حتى مع باستر الفير بحث باليا الله ضربه بروكن الحين طبعا حتى لو الدمج 82% لكن ضد سماش شلك لانه يخرع اي والله يا حبيبي اللي خرع الحين مومنتوم اكس ايوب حاليا رجع على طول ايفن الجيم ايفن بالضبط يا حبيبي حلو ولكن باك الباكير يا اخي والله يا اخي حركه قويه وايد باكيرين ونص هذه مو واحده اقول لك حاسب اوه حاليا اس بي كي قاعد يحاول يخلص الاستوك باسرع ما يمكن في لعبه باك اند فورث قاعد تصير واحده لي واحده لك حلو اللي قلب سماش فير على طول يذبحها احول جنب اقعد تمشى شوي انطر المفروض صراحه اكسيوب ما يضيع ضيع حركات على الانفنسبيليتي يعني. او قصدي العكس يعني او عجبني اس بي كي انه استخدم جنب عشان يشرد من اي حركه انفنسبل من اي حركه اي حركه من شو اسمه اكسيوب بس اكسيوب الحين قاعد يحاول ياخذ هالستوك مواجه صعوبه كبيره اس بي كي قاعد يشرد بليت على طول داونير والبوب اوف من اس بي كي ريست يا اخي هذا شيبي سوى ريست ويع هذا سوى شدي غربلنا نبي نروح البيت والله يا عيال ما فيني شد ما نعرضنا والله ايش وضعي ايش اقول عشان يسوي كله سكله ترى خلاص بنروح البيت يلا كل واحد بيت خلاص كل واحد نوم يلا على بيوتكم الله العظيم ريست يلا بسوي بول مره ثانيه بول لا قصه شنو ذي يما ايش سويت بول نيو بول نيو بول حلو هذا كان بيودع من اول ستوك كذي جبنك سيوب لحين لحين مناضل زين لحين ست ثاني لحين مره طيبه لحين عنده فرصه انه ياخذها وهو يبي صدق يبي ياخذها اس بي كي بعد مستدبح عشان ياخذها هل ست صراحه غير طبيعي جيم 5 اول ست هل بنشوف جيم 5 ثاني او هل بنشوف واحد منهم يخلصها بسرعه ان شاء الله بس واحد منهم يخلصها بسرعه برا البيت بس يعني ست حلو والله حيل حلو وايد حلو حلو دشتاك اوه
وايد وايد حلو هالست. اجبره انه يستخدم الايردوج عود يما عجبني، ولكن طرقع له ظهره بالاف سماش، طرقع له على السريع. المشكلة على طول الباكير يا اخي اللي يعجبك فيك سيوب عنده الفيد اوي ايريالز هذيلا وايد حلوين يوم سوي. تحسه هيش فنسنج يا اخي، حتى قوي. اي والله وايد وايد قوي. اف سماش حلو. اوه نايس فير. الله 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 على طول على الهيل. نايس تشويس الصراحة. دام مستخدم شيلد ليش اضربه بدامج. اوه نايس كل هذا. الحين اكس ايوب عنده ليد كبير صدق انه 70%. وين حذف عليه السيف كذي؟ يعجبني صراحه، عارف حتى حق الكاونتر. اكس ايوب هيز رانينج اواي وذ ليد 52%. بس حاسم من سماش، حاسم من سماش يا حبيبي. اس بي كي انت حاسم يوم تختار سماش. اكس ايوب حاليا مشتغل باك ثرو. انا اشوف اكس ايوب ياخذها ثوران، ياخذها بالسنايب ثوران على طول يخلص الموضوع. 1-0 خلص الموضوع. 2 ستوك ليد حق سيوب على طول خلص الموضوع. 1-0 اخ سيوب خلصت كبر على البيت. تقعد شي السالفه؟ بروح البيت يما. دوام 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 والله دوام باكر والله. وقاعدين نبي بيتزا ملانيز وابصر ايش والله. ما يمدي تسكت، مستحيل مستحيل يعني. بس عشان حق العموم الصراحه مناسب، تعال تجي بطوله يو جو او 2 تروح تتعشى خوش شغله. لا لا اونلي ات ليجن جيمنج سنتر. تابعوهم على تويتر، على سوري مو التويتر، على الانستغرام يا جماعه legion.qa على الانستغرام. يبي يخلص الجيم بسرعه هالولد يا حلال، حتى هو يبي يروح البيت عنده دوام. الاس بي كي ذي طول على طول اصيد لك التك على اعطيك اب سماش اسرع سريع. يلا فرق برسنتج 30% خساره 40. اكس ايوب مع الاب سماش سريع حلوة. الثندر يضغط من السنتر، ايوب يستمر بالنوتر بي، ضغط ما هو طبيعي. حلو الثوران لكن الشيلد ما راح يموت مع الشيلد بنودو ما راح يموت، لكن الفولينج ابير هذا حلوة كلش كلش ما راح يموت. شغال الولد عاجبني. اكس ايوب ريلي وونت ذس الصراحة. انا قاعد اشوف من هالجيم والجيم اللي قبله اس بي كي حاليا خثران شوي، بس اوكي از اي سيت على طول يعطيه فير بنش على الارك فاير اللي ما له داعي صراحة. حلو توموهوك مع النص فراتو يما على طول على طول على طول على طول داون اير. ماي لاعب الولد يلا اولد راكت لينك بليز ابديت. خلاص يا حمان البطولة خلصت. وين طالع؟ خلاص كان جراند فاينل، تعرف من وصل؟ ايش دعوه؟ والله سموحه يا الربع ترى حدي تعبان. المشكله ترى تجهيزات البطوله كانت يعني صراحه كان ودي ان نجي شوي بدري، بس كانت في عندنا امور كنا لازم نخلصها صحيح قبل البطوله فما قدرنا. ايش سوى؟ هذا ايش في مع الاس دي؟ اس دي؟ حلو شافت شافت على طول حاصل. طبعا في ناس يمكن يقولون يا اخي ايوب ايش فيه مسوي الكوماند جراب على وهو على الزيرو، لكن خلاص حبيبي يسوي الاب سماش على الارك فاير. الولد ما يبي يحرك، قال قسم بالله العصي خلاص ابروح البيت ابنام. يقول خلاص ساعه تنينين. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. يلا هسي بنشوف سعيد. مستحيل يغير الشخصية، لو تغير الشخصية مو بريال. خليك قد كلمتك، خليك قد كلمتك. شو رايك؟ خليك قد كلمتك. شو رايك؟ ها 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 خليك ريال خليك ريال خليك ريال خليك ريال. ها 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 منتظرين يا اخي. طولها طول بضربها ترى. بضربها بي تي
خايف على شعره. تاجا واريو ايه عاد يا خي 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 اخ ما انا والله بلعب شولك والله بلعب شولك بلعب شولك شو 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 قول له قول له قول له دقيقة دمج مرحبا بك في عالم واريو قول له عالم الدقس والبوكس اعطوا رجع لدمج 26 فارغ بس 40% حلو الباري لكن على طول يبي ياكل 24 ساعة وين 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 رايح سوق ولدنا اوه الهيت بوكس اكستنشن الحركات هذه تذبح لا اوه كانت بتذبح صراحة التك مش موجود اليوم نايس اوه الفكرة كانت سليمة الفكرة كانت سليمة ولكن داش التك هل يكون سليم نعم سليم يخلص 40% الليد كبير عند اس بي كي اخ اكسيوب كلش كان مو فاميليير مع هالماتش اب بس حبيب التك موجود يعجبني كانتر بيك الستيج حق اس بي كي على طول يعطيه يخليه يسوي تك كل شيء خليه ياخذ راحته في الاج جارد حتى لو انضرب يقدر يسوي تك يعني كلاعب هاي ليفل حلو نايس دبل ابير على طول يخلص موضوعه 80% صراحه نادى بيج بليد 78 كروبن صح لانه يقدر يسوي النصفرات والشافت يقدر يرد الدمج بشكل سريع ايوه الدمج اوتبوت بالذات بالليفن سورد يعني الليفن سورد حبتين وهي مليانه يعني. هذا هذا صاد التك قبل ما يسويه حلو يا اخي سعيد عنده مومنتم مش طبيعي يعني تلاحظ ان البرشر على السنتر اي لا لا ايوب ما هو قادر يمسك من ناحيه نيوترال الولد شغال لا 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 ولكن من ناحيه الشنانجنز روبن روبن على طول روبن على طول ما تلاعب على طول حاسب ولكن داونير يرجعها 0-0 وات صار يبي يروح البيت زين حاس زين حاس اقول لك ما بغى يلا 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 مع السلامه يلا يلا شباب شكرا لمتابعتكم لهذه البطوله الجميله تابعونا على تويتر تابعونا على الانستغرام تقولنا فولو اللي عنده كم من بيزه يسوي سبسكرايب على تويتش بليز احنا حبايبنا شرط تشاك فور شون اب يعني حبيبي اس بي كاكا فور ايفر اس بي كاكا ويلا السلام عليكم.